طيب دكتور طارق، يعني أيضا كان هناك رسائل من حزب الله لإسرائيل حملها نعيم قاسم اليوم، حتى فكرة أو تلميحه لإنهاء حياة بنيامين نتنياهو إن لم يكن بهذه المسيرة عند شرفة منزله قد يكون اغتيال بيد إسرائيلي. يعني دلالة هذه الرسائل برأيك وأن الحزب مستعد للقتال لأشهر طويلة وأن لديه مخزون بعيد من الصواريخ؟ مساء الخير أستاذ عمرو، مساء الخير على ضيفك الكريم. بطبيعة الحال تحليل مضمون يعني ما قاله الأمين العام للحزب الجديد في أول إطلالة له بصفته. هو طبعا خطاب التشدد من الواضح، لكنه أيضا حمل تأكيد على أنه سيمضي على مسار الأمينين السابقين، سواء كان عباس أو كان بالنسبة لي الشيخ حسن نصر الله، وبالتالي هو يؤكد على هذه الثوابت التي يجب أن يراعيها، وبالتالي هو ينقل رسالة أولى، وطبيعي أن يقول هذا في إطار عدم التخلي حزب لا عن أي تنازلات يمكن أن يقدم عليها. لكن بين السطور وفوق السطور وتحت السطور هناك رسائل أخرى مختلفة، منها أنه سيقبل بوقف إطلاق النار، وسبق أنه صرح بهذا الأمر أنه وقف إطلاق النار، لكن دون أن يحدد كيف يمكن أن يتم، خصوصا وأنه الحكومة ليس بشروط الإسرائيلية. يعني هو ألمح أنه ليس بشروط الإسرائيلية بالتأكيد. فبالتالي هناك مفهوم مهم بالنسبة للحزب في هذا التوقيت، أنه لن يقدم على تنازلات أو يقبل بالشروط الإسرائيلية في هذا الإطار. لكن بطبيعة الحال أعتقد أنه الإطار العام للحزب الآن أنه سيتماشى أو يتجاوب مع أمرين، والأمر الأول هو موضوع جبهات الإسناد ودعم قطاع غزة وحماس على وجه الخصوص، وارتباط الحزب بجبهات الإسناد الأخرى، وبالتالي المرجعية هنا ستكون للحزب وليس لطرف آخر. هل سيكون هذا مرتبط بفك الارتباط على سبيل المثال مع الجبهات الأخرى خصوصا حماس؟ الأمر الآخر مرجعية الحزب مع إيران، وهذه نقطة في غاية الأهمية في ظل ما يتعرض له الحزب من يعني من ردود فعل قد تبدو غير إيجابية بالنسبة لنقل الرسائل الحزب من خلال نبيه بري كما تعلم باعتباره الشقيق الأكبر كما ذكر من قبل. وبالتالي هناك جملة من النقاط المهمة التي يمكن التوقف أمامها، خصوصا في موضوعات مسارة الآن بالنسبة حتى للجولة، جولة المبعوثين الأمريكان للبنان، وجزء منه مرتبط بنزع السلاح وتحريك الآلة العسكرية إلى مناطق الشمال، بنتكلم على شمال الليطاني، بنتكلم على البافر زون المقترحة إسرائيليا، في أفكار كثيرة في هذا. لكن من الواضح أن الإطلالة الأولى يعني ليس فيها تنازلات ولا تنازلات حقيقية أو هيكلية، عدم تجاوب مع الطرح الإسرائيلي في هذا الإطار، التأكيد على التصميم في هذا السياق المضي فيه. أنا أرى أستاذ عمرو أن هذا الأمر مرتبط برغبة الحزب في تحسين شروط التفاوض، بمعنى التصعيد بصورة كبيرة لتحسين شروط التفاوض، وليس تقديم تنازلات أو طرح رؤى ربما تبدو مختلفة بالتخلي عن جبهة يعني قطاع غزة أو حماس أو ما إلى ذلك. لكن يعني اسمح لي أن أقول أنه تهرب من الإجابة عن تساؤلات عديدة، وهي جزء منها مرتبط بالأولويات التي سيعمل عليها الحزب، وقدرة الحزب على الاستمرار كقوة رئيسية، وموقف الحزب من عملية الانتخاب والاستحقاقات السياسية اللبنانية. في كثير من الأمور حضرتك التي نجح بمهارة في الإطلالة الأولى أن يعني يقفز عليها في إطار أنه يتحدث عن موقف واحد، وهذا هو من الواضح من تحليل مضمون أو محتوى مضمون ما ذكره الأمين العام في أول إطلالة له.